Leaders. إنه لشرف كبير لنا نحن إدارات ودارسو معهد الدفاع الوطني أن نستقبل هذا اليوم السيد فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني الذي سيتولى على بركة الله افتتاح أعمال الدورة الوطنية 34 للمعهد. دورة معهد الدفاع الوطني السنة هي إعداد كتاب أبيض للأمن والدفاع وهي مهمة هامة جدا على خاطر احنا في اطار الديمقراطيه والمجتمع المفتوح في اطار الحريه وكذلك من نوع عندنا تهديدات كذلك غير تقليديه معناها جريمه منظمه الارهاب كذلك في هذا الاطار لازم نشوفوا معناها المجتمع كله معناها باش نضبطوا السياسه العامه الدفاعيه للبلاد وهذا هو كتاب ابيض اسمه كتاب ابيض وهو ليس بعمليه فوقيه مش باش تقوم به وزاره الدفاع والحكومه ولا الدوله هو عمليه يشارك فيها كل مكونات البلاد سواء حكومه او دوله مجلس نواب الشعب كذلك مجتمع مدني خبراء هذا هو انطلاق اليوم باش نحاولوا وان شاء الله نوصلوا باش نضبطوا سياسه دفاعيه للبلاد وكتاب ابيض كيفاش باش تكون السياسه نتاعنا الشامله هذه لان مقاومه الارهاب ليست فقط عسكريه او امنيه هي اذا هي حرب شامله تمس منها كل المستويات الاجتماعيه الاقتصاديه التربويه الدينيه كذلك و على مستوى التكوين كذلك شنو هو الجيش اللي نحبوه في العشريه القادمه شنو نوع الجيش هذا كل بناها كما بعض البلدان الاخرى الصديقه والشقيقه عملت كتاب ابيض وعملت سياسه احنا انا الاوان باش تكون عندنا سياسه واضحه على الاقل على مستوى الاستراتيجيات العامه اللي باش تنفذها الوزارات وكذلك كل هيكل الدوله هذه 3 سنوات قعدنا نفكروا فيه في من المحتوى نتاعو ونشوفوا احنا في ماشيين امورنا في ماشيين الان انا الاوان باش نحرروا باش يقع تحريره دونك صياغته واصدروا مؤسسه عسكريه قائمه بدورها لتامين البلاد وتامين حدود خاصه احنا ديما نقولوه راهو من النجاحات اللي نقوموا بها دائما نكونوا من حذرين لان وضع في ليبيا مازال وضع فيه تهديدات هامه بالرغم لان امن البلاد امن هو في مستوى عالي وهناك استقرار و ان شاء الله نكونوا معناها في الاشهر القادمه والسنوات القادمه نوصلوا باش تحل المشكل الليبي وهذا هو الاساس تونس ما عندهاش نيه باش تعمل قاعده عسكريه اجنبيه تونس هي دوله ذات سياده دوله مستقله ليس لنا ضروره باش نعمل قاعده عسكريه ولن نقيم قاعده عسكريه في تونس وبين قوسين امريكا ليست بحاجه لاقامه قاعده عسكريه في تونس عندها امكانيات اخرى امكانيات سواء في البحر المتوسط او في غيرها انا هذا متاكد هذا قوله نعاودوه ولكن في نفس الوقت احنا امام تهديدات هامه غير تقليديه كما تعرفوا الارهاب هو مش سهل معناها المهم في هذا العمل هو المعلومه اذا كان واحد ما عندوش معلومه ما ينجمش يقاوم الارهاب والمعلومه اساسا هي استخباراتيه وكذلك تقنيه كيفاش باش نشوفوا معناها تنقلات الارهابيين في الحدود هذا يقع تقنيا واحنا عندنا مشروع كما قلت في شهر مارس 2016 عندنا مشروع لاستغلال طائرات بدون طيار وهي منظومه بامكانها ان تكون عسكريه وكذلك وبامكانها كذلك ان تكون مدنيه أن استعمال الطائرات بدون طيار ليس فقط لها هدف عسكري مثلا في معناها مراقبه الفيضانات او الغابات او حتى معناها الطرقات الدول العصريه تستعمل الطائره بدون طيار واحنا معناها سنستعملها في مراقبه الحدود هي تقنيه معناها صعيبه مش سهله معقده جدا واحنا ما عندناش المعرفه التقنيه باش نمكن منها وبالتالي احنا
معناها مقاومة الإرهاب هي فيها بضرورة تعاون دولي مع الدول الصديقة، وعنا احنا دول صديقة باش مكننا ب معناها التكوين وكيفية من استغلال هذه التقنية هذه المعقدة الأكثر ولا أقل. احنا هذا في إطار السيادة، هذا معروف، احنا ما عندناش إذا الناس كل تعرفوا ورأي العام يعرفوا نهائيا أن راهو مش سهل باش تعمل قاعدة عسكرية. قاعدة عسكرية هي فيها اتفاقية دولية، فيها مراقبة برلمان، فيها اتفاقية، فيها معناها يكون معناها السلطة التشريعية موافقة. هذا مش سهل، واحنا ما عندناش احنا عندنا معناها السيادة نتاعنا تمنعنا باش نعملوا قاعدة عسكرية، واحنا ندافعوا على السيادة مش معناها ضد السيادة.